طيب حلو قوي، احنا معانا الدكتور احمد اتفضل. مهران المحامي، هو هيحكي الموضوع بتاعه باستفاضه افضل مني بكتير. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اتفضل، معاك الدكتور احمد تحياتي كريمه ليك على الهوا. وتحياتي للدكتور كريمه، وهو صديق عزيز، وانا اخشى ما اخشاه ان هو يكون مش فاكرني، واحنا طلعنا مع بعض ضيوف في حلقات كتير، طيب اشتغلنا مع الله بعض فيك. في قضايا كتير طيب قول منها لنا، عندك في القناه اللي انت موجود قول فيها. لنا قول لنا موضوع جواز لكن انا التجربه بعتب بتاع على الدكتور حضرتك. ان هو بيصدر قراره وفتواه ورايه في الموضوع دون ان يعلم بالتفاصيل، وانا حاولت اوصل له الفكره اكثر من مره لكنه مش عايز يسمع، لانه سمع وقرا في بعض المواقع والجرايد اللي قالت ان احمد مهران بيتكلم عن زواج محدد المده او زواج مؤقت، وانا ابعد ما يكون عن ذلك، وهو قال استحاله لانه يعلم جيدا استحاله ان انا نادي بكده. يا دكتور كريمه، الموضوع باختصار عشان ما اطولش على حضرتك وعلى المشاهد. اتفضل. احنا عندنا بنتجوز عادي، انا باكد مع حضرتك اهو، مبادره زواج التجربه معناها جواز شرعي رسمي مؤبد بعقد شرعي رسمي على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعند المأذون، جواز عادي خالص ومؤبد غير محدد المدة. وبعدين احنا كمصريين بنعمل حاجة اسمها قايمة منقولات، اظن حضرتك تعلم بيها. هو المهر العيني، مهر عيني. اتفضل. قايمة المنقولات اللي هي المهر العيني. نعم. احنا بقى في ظهر قايمة المنقولات دي بنعمل حاجة اسمها مشاركة الزواج. كل زوج بيضع شروط وضوابط بيطلبها من الطرف الثاني، والشروط والضوابط دي بيتخللها وضع حلول للمشاكل المحتمله والمتوقعه والمتكرره الحدوث واللي بتحصل في السنوات الاولى من الزواج عند الشباب والبنات حديث الزواج. فعشان يكونوا هم بارادتهم الحره المختاره اتفقوا على وضع حلول للمشاكل اللي سببها بسببها اخواتهم واصحابهم واصدقائهم اتطلقوا، عشان يتفادوا خلافات اول سنتين ثلاثه ونقلل نسبة الطلاق، لأن دي أعلى نسبة طلاق في مصر بالنسبة لحديث الزواج. على سبيل المثال مثلا عشان أوضح لحضرتك فكرة الثلاث سنين جت منين، إن هم اتفقوا بعد ما عملنا قسمة الجواز الرسمي الشرعي، الجواز المؤبد ها وأكد عليك، وعملنا قايمة المنقولات، في ظهر قايمة المنقولات بقى في الورقة البيضاء دي كتبوا مثلا من ضمن الشروط، قالت له إن أنا بشترط عليك إن أنا مش عايزة أقيم في منزل العيلة، وإنك هتتفق معايا انك هتنقلني في مسكن خاص ومستقل عن منزل العيله بعد مضي 3 سنين. فلو عدوا ال3 سنين وانت ما جبتليش مسكن مستقل، هيبقى من حق الزوج انها تطلب الطلاق مع احتفاظ بكامل حقوقها لاخلال الزوج بالاتفاق اللي تم ما بينهم. هل ده في مخالفه شرعيه؟ اتفضل يا دكتور. اشكرك يا دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مع تقديري لسعاده الدكتور، في خلط في الأوراق، لأن أولا الشروط منها ما هو جائز في الشريعة الإسلامية ومنها ما هو باطل في الشريعة الإسلامية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعيد الحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. للزوج أو للزوجة عند إنشاء عقد الزواج اشتراط ما يتوافق مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية. إنما ما يجيش بقى يقول لي إيه بعد 3 سنين إن لم يفي بكذا وكذا وكذا، يعني إيه؟ يعني تتطلق؟ ما هو ده هو قال لحضرتك بيكتب في ظهر دي القايمه مثلا، دي ورقه القايمه اهي، مالها القايمه؟ هو بيكتب، العروسه بتكتب شرط في ظهر الورقه، ماشي. وهو برضه بتقول لو انت بعد 3 سنين ما نقلتنيش في شقه لوحدي. اشمعنى 3 سنين يعني؟ وليكن يعني هو بيقول لا بس الاول عشان نفهم لماذا 3 سنين. ممكن تكون ظروفه في الاول العريس بتبقى صعبه، ماشي. بتاع حضرتك يعني. ملهاش علاقه ان انا اسميه مبادره الزواج التجربه. زواج التجربه ده زي نكاح المتعه عند الشيعه. طب ده نسميه ايه؟ باطل باطل. طب ده يبقى ايه؟ لو ترتب عليه العقد يبقى باطل، والعلاقه بين الرجل والمراه زنا. زنا ليه؟ ما هو كاتب عند مأذون يا دكتور. يا فندم الشرط هذا اللي هو زواج تجربه الغى هذا العقد. ما هو مش جواز تجربه، هو بيقول جواز عادي. ثواني بس يا دكتور، انا عاوز حضرتك في خلط اوراق. ما احنا لا نستدرج مع احترامي ليه. طيب. ولاي حاجه. ده خلط اوراق. خلط اوراق. ايه 3 سنين؟ يعني ما ينفعش شرط يا فندم، شرط يتوافق مع الشريعة الإسلامية عند إنشاء العقد. لكن ليس من ضمنه
ان يسمى زواج تجربه، ما انا قلت لك تجربه انكحي الموتى عند الشيعه. ما ينفعش، احنا مجتمع سني. مجتمع سني. الحاجه الثانيه برضو يعني عتاب المحبين للدكتور، زي مساله اللي اثاره مساله الطلاق القولي. حضرتك بدل ما تسيره اعلاميا ما تفضل تروح مشيخة الازهر الشريف، طيب، لهيئة كبار العلماء، تمام، لفضيلة المفتي، تعالى شرف في مجمع البحوث الاسلامية وانا عضو لجنة البحوث الفقهية. يعني اذا ده لا يصح. انما احنا نعمل دايما فرقعات كده في الاعلام، ما احنا بنرد، ما انا جايبين حضرتك ليه؟ ما انا بقول لك يا فندم لازم يكون في انضباط عند هذا، تمام، الشعب. في انفلات، والله في انفلات، ما حدش بيعجن في الدين زي بعض المسلمين ما بيعملوا في دينهم الان، ما ينفعش. انما العلاج، العلاج ان احنا نعمل توعيه اسريه لفقه الاسره قبل المقدمين على الزواج، مش الورقه الصحيه اللي هي بتتعمل متفبركه من المستشفيات وتتباع. لا، اعملوا توعيه، اعملوا دورات في الاوقاف، في المراحل التعليميه، في الاعلام، الناس تدخل الحياه الزوجيه على نور وبصيره. انما انا امسك ما استقر عليه العمل، واحد يقول لي عايز يلغي الطلاق القولي، يا حبيبي الطلاق القولي مش المشكله مش هتتحل بكتابته. طب ما المأذون معاها دفاتر توثيق الطلاق. الامر الاخر، احنا مرفوض شرعا وخلقا مساله ان احنا نقول زواج تجربه. زواج تجربه ايه؟ وانا جايب شبل هيدرب في نادي رياضي، هينفع ولا ما ينفعش؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى لنا؟ طيب، هو الراجل في مداخلته، بس علشان حضرتك تبقى فاهم، هو ما قال ده يبقى شرط في ظهر ورقه الايه؟ ايه علاقه ورقه القايمه؟ انا مش عارف ايه ورقه طيب القايمه. معنى يعني اذا خلاصه القول ما ينفعش. ما ينفعش الخشونه لما بتحصل، لو احنا اتعاملنا عليها بدري وهي في مراحلها الاولى بنقدر نعالج الموضوع بدري. لو لا قدر خشونه متقدمه شويه تانية او ثالثه بنعمل جلسه، وبعد شهر بنعمل كمان جلسه، ونبدا نديله فرصه شهرين، نبدا نعمل اشعه ونشوف ونقارن. ودايما اقول هات الاشعه القديمه والاشعه الجديده، اقارن ما بين القديم والجديد واعرف ان انا عملت اعاده بناء للغضروف.